سيكون في هذا الفيديو الكثير من السوالف والحديث. بليز جيبوا القهوة تبعكم لاني راح احكي لكم على مصايب سويتها في سنة 2020، اهداف حققتها واهداف ما حققتها، كيف راح نخطط كل 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 الاشياء اللي انتم ما بتعرفوها. وحكيت في هالفيديو هاد كمان سر عني. وحطوا لايك لهالفيديو، لا تنسوا اشتركوا في القناة اذا بعدكم ما اشتركتوا، وتابعوني على الانستغرام لانه هناك بنزل كثير اشياء. قبل ما بحكي لكم على هدول الاهداف بديكم تابعوني على الانستغرام لانه هناك كل هدول الاهداف اللي انا حكيتهم وتحقيق الاهداف كلياتنا راح نشتغل عليها شهر كامل اللي هو شهر واحد، لانه انا راح اكون في عطله وراح اكون معكم بكل شيء حرفيا. فاذا بدكم حدا يشجعكم تابعوني على الانستغرام، هناك راح نزل دائما ستوريات. راح نسوي تحدي 30 يوم انه كل يوم نشتغل على الاهداف اللي احنا قررنا نسويها. غير عن هيك راح نسوي بث كل يوم تقريبا بداية من يوم 7/1/2021، راح اكون معكم دايما في بث على تطبيق ميت. انا في العطلة كمان راح اذاكر لانه بدي اطور من مستواي الدراسي اكتر واكتر. اي حد فيكم عنده امتحانات او اي شيء يقدر يكون معي. كمان في عطلة زي بدكم تشتغلوا على تطوير عادة معينة او هدف عندكم، هدف معين غير الدراسة، فيكم كمان تكونوا في البث وتسووا هالشيء. البث راح يكون عن طريق تطبيق ميت وراح اشاركم معكم على ستوري على الانستغرام كل يوم 4 ساعات سوا. الوقت وانت راح لكم في الفيديوهات الجايه. اوكي هلا حكيت كثير، يلا نبلشوا بالفيديو. هلا اميغوس، يس جايز ذس از مي. ما عرفتوني صح؟ هاد خلكم تعرفوني. وهي ذكرتكم بحدا بتعرفوه او لا؟ عايز هاي انا، هاي ميرا، اهلا فيكم بالقناة. حبيت انه اغير اللوك شوي هيك. كتير 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 مشتقت لكم، صار لي اسبوعين على فكرة غايبة عليكم على اليوتيوب. طب انه انا كنت بسوي الميدترم تبعي اللي هي الاكزامز فاينل اكزامز، صرت اراقبوا فيديو على هالشي، سويت لكم فلوج على فكرة بعد الامتحانات وكمان نتيجة الاختبارات. وجماعة الانستغرام ما تقول لهم ابدا النتيجة اوكي، عشان هني ما متابعين على الانستغرام. سو حبايبي الفيديوهات رح ينقسم على 3 اقسام. القسم الاول رح لكم الدروس اللي تعلمتها او بعدين اشارك معكم اهدافي للسنة الجديدة، واخر شيء اشياء بتساعدكم لتحققوا هدول الاهداف. نبلش بدروس 2020 سنة سعيدة. 2020 سنة سعيدة. صراحة إذا في شيء تعلمته سنة 2020 إنه أقدر حالي، بحب حالي، أوثق بحالي وبأؤمن بها أكثر. أي شيء أنا بدي إياه بحاول إني أنا أسويه لحالي. أي شخص يقلل مني أو مكان يقلل مني أو أي شيء يقلل مني دقاش برا من حياتي، روح مع السلامة والقلب نسي. يعني صار لي كذا شيء في حياتي خلاني بحس بهالشيء، وانا كنت معتقدة انه انا بعطي قيمة لحالي كبيرة او بحب حالي بشكل كبير. اكتشفت انه بعدني ما وصلت لحب الذات اللي انا بستحقه لكل شخص فينا يستحقه. الشغلة الثانية انه كنت دايما بعتبر انه لما اعبر عن مشاعري شو هو الشيء ضعف او رح كون ضعيفة او الناس حتشمت وهي الافكار، فكنت دايما بكتم كل مشاعري لدرجه انه ما ببكي يا جماعه. تخيلوا انا لفتره كبيره من حياتي كنت ما ببكي اطلاقا، مستحيل ابكي، يعني بكون قلبي واجعني ومقهوره من جوا وما ببكي. لحد ما انه صديقتي اللي هي بيست فريند بشكرها كثير علمتني انه انا ابكي، فرغي هاي الطاقه. البكاء ابدا ما مضاف، بالعكس رح يقويكي. انت منك ضعيفه، انك تبكي منك ضعيفه، انت عم تتخلصي من اثقال انت حملتهم. ثالث شغله انه لا تعطي للاشياء اكبر من حجمها. اذا هالشخص حجمه هالقد قله انت حجمك هالقد، اذا الشخص حجمه هالقد قله انت حجمك هالقد. بمعنى والناس اللي يستحقوا منكم هاي المحبه الكبيره، والناس اللي ما تستحق منكم ولا شيء دجاج برا بليز. سنة 2020 علمتني اني انا اواجه كل مخاوفي. انا شخص دايما قلق او بفكر كثير من المستقبل وعندي دايما اوفر ثينكينج وبحاول اني انا بتخلص من هالشيء، فهالشيء بيسبب لي كثير مخاوف. واجه الخوف والخوف راح يروح راح يتبخر. اول هدف رح نبلش بالعمل النفسي. سنة 2020 ما كنت مخططة لأهداف معينة غير ممكن هدف صحي انه انا انحف، والحمد لله انه قدرت انحف
8 كيلو بعدني ما وصلت للهدف تبعي، بس بعدني بحاول انه انا انحف اكثر واكثر. سو اول هدف عندي انه انا امارس رياضه اكثر واكثر، لانه انا بزحمه الدراسه وكل شيء ابطل اسوي سبور، ما يكون عندي وقت لاي شيء، وانا انسانه كثير بيزي لدرجه انتم اصلا ما تتخيلوها. انا ما بنزل كثير فيديوز. الشيء الثاني، حتى صدقوني اصدقائي وكلهم ضل فتره طويله ما بحكي معاهم او ما بشوفهم، بس لاني انا انسانه مشغوله. فهذا هو هدفي، انه انا بحاول افوت الرياضه شوي شوي لحياتي. حتى لو كنت كثير مشغوله بمجالي الطبي، لازم تصير الرياضه جزء من حياتي، خاصه انه انا يعني طبيبه، اكسكيوز مي، يعني لازم هالشيء. ثاني هدف قرار شخصي مني، انه كل الناس اللي ما لها عازه بحياتي برا، ابدا ما في اي مجاملات من هنا فصاعدا. انا بدي ارد عليك رح رد عليك، انت شخص ما لك عوزة في حياتي وما بدي رد عليك ما رح رد عليك، سواء افتراضي او واقعي. يعني في كثير ناس رح سوي لهم انفولو لانهم ما عم يقدموني ولا شيء، وفي انا بعرف منافقين بس حطيتهم عندي على الليستة، بعرف انهم ينافقوني وانهم حاقدين علي ويتمنوا لي زوال اي نعمة في حياتي، فلهيك رح سوي لهم بلوك. بعرف انه انا ليش حطيتهم في الليستة تبعي ما بعرف. احيانا بقول لا خليهم يطلعوا ويتغاظوا كمان وكمان، لا نو نيجاتيف انرجي من هنا فصاعدا، هديك عينهم وحشه علي والحياه. فهمت؟ انا ان شاء الله بدي اسوي العمل التطبيقي تبعي يا اما في احدى دول الاتحاد الاوروبي، هاي الدوله لازم تكون انا بعرف لغتها، يعني يا اما تكون باللغه الانجليزيه او الفرنسيه، واحبب باللغه الانجليزيه لانه انا صرت كثير ناسي اللغه الفرنسيه من كذا سنه وانا بتعامل بس بالانجليزي. بلسه ماني محددة اي دولة، ولكن رح اسعى اذا لهالشيء. ليش؟ لانه في روسيا انا ما بعرف اللغة، فاذا دولة هيك في مخي رح نشوف اذا قدرت انه انا اسوي فيها العملية، فبها ما قدرت رح اسوي في روسيا. انه انا ليش بدي اصلا اسويها برا؟ لانه انا بعدني ما بعرف اللغة الروسية، وهون ما بتقدري تتعاملي مع الباشينت، يعني اصلا كيف رح يوثق فيكي وانتي اجنبية وما بتعرفي اللغة؟ يعني على الاقل انه بتعرفي اللغة اللي حتى يتطمن. الشيء الرابع، انه انا رح ادرس اكثر واكثر، رح اركز اكثر واكثر في الطب، رح اعطي اكثر واكثر في الطب. هدفي اني انا اوصل لعدد ساعات معينة عشان ما اتزنق شوي في الدراسة، لانه انا شوي بتكاسل احيانا. انتوا تشوفوني انه انا بذاكر كثير، بس هل حقيقه انه انا ما بذاكر كثير؟ انتوا عم بتشوفوا الايام اللي انا بكون فيها productive، ما عم تشوفوا الايام اللي انا ما بكون فيها productive. احيانا صدقوني بوصل اسبوع انه انا ما بقدر امسك حرف، وهالشي ليش؟ لانه انا انسانه كسوله. فرح احاول انه انا اتخلص من الكسل واشتغل اكثر اكثر على حالي. ما فيش سفر، يعني ما فيش صرف فلوس، يعني ادخار. الشيء اللي ما بتعرفوه عني واول مره رح صرح به في قناتي، كثير منكم بيفكروا انه انا عائلتي بتصرف علي، ولكن الحقيقه انه انا مستقله ماديا وانا ما بيصرف علي احد غير نفسي، لانه عندي بزنس غمون. فهالبزنس هاد بدي ادخر اكثر، وانه انا اطور من شغلي والبزنس تبعي، وهالشي صعب علي كثير على فكره انه انا ادخر، لانه انا انسانه مبذره. عندي مبدا I am not rich but I live like a millionaire، فهالشي مش رح يزبط، لانه انا am not rich. انا انسانه من الطبقه العاديه، ولكن بحلم اني انا اكون مليونير. فلهيك لازم ادخر عشان اقدر انه انا اطور من البزنس تبعي، لانه الحياة في اوروبا غالية وصعبة. كمان نسيت لكم شغلة، انه انا رح قررت انه انا اتعلم اللغة الروسية في الصيف في موسكو، فعلى الاغلب ما رح اقدر اسافر لاهلي، وهيك بيصيروا سنتين. هللويا. نيجي هلا لاخر شيء، كيف فينا نحقق هدول الاشياء؟ Law of Attraction. انا بؤمن بشيء اسمه Law of Attraction اللي هو قانون الجذب، انه اي شيء احنا نركز معه بنجذبه لحياتنا. لما يكون في ناس سلبيين في حياتنا كتار، السلبية تكتر في حياتنا. لما نكون مع الناس إيجابيين كثير، الإيجابية تكتر كثير في حياتنا. فمن هالمبدأ هاد احنا رح نجلب الأشياء اللي بدنا اياها مع سعي وانضباط. يا حبيبتي عزيزتي ميرا، نقلك يا عمري حلو ويا عمرتي حلوة. راجعوا الأهداف تبع السنة الماضية اللي انتو ما حققتوها، هل هي عن جد تستحق انكم تاخذوها معكم للسنة الجديدة؟ لانه احنا احيانا بنتأثر بالعالم الثاني واهداف الناس الثانية، فنصير بدنا نقلدهم، بينما هذيك الاشياء ما تكون اصلا اهدافنا احنا، هي اهداف فلان وليست اهدافي. كمان شغلة تانية، احنا بنتغير، افكارنا بتتغير، منهجنا في الحياة يتغير، فطبيعي ممكن اهدافك تتغير. فانت ركز، ليش انت ما حققت هدول الاهداف؟ هل انت عن جد بدك اياهم؟ هل يستحقوا ينتقلوا معك للسنة الجديدة او لا؟ اذا حسيت انه ايه، فشوف شو هو الغلط اللي كان، وحاول انك تصلح الغلط هاد.
هلأ النصيحة قبل الأخيرة إنه راجع أهدافك كل 6 شهور أو 4 أشهر، راجع أهدافك شوف كيف عم تتقدم في هدول الأهداف، أعدل فيهم وخطط أكتر. رابع نصيحة واللي أنا بشوفها أهم نصيحة، الإيمان. الإيمان، تؤمن إنه الله معك. أنا أكثر إنسانة ممكن تشوفوها مؤمنة في كوكب الأرض، أنا بؤمن هيك. بحكي لكم على شيء معين، أنا في الميدترم تبعي يا جماعة كنت بذاكر كثير كثير وبقول إنه أنا رح أعدي والله رح ينقذني والله رح يكون معي، وأنا ما كنتش لما المنهج والله العظيم، فما والله العظيم ما بزيد عليكم ولا حرف، الامتحان اللي جاني واللي سئلت فيه حرفيا جاني في الحلم كيف وشلون أعرف كيف، بس أنا بقول إنه هالشي هو law of attraction. فلهيك بدي منكم تاخدوا ورقة معينة تكتبوا فيها رسالة لحالكم وتحطوها وتنسوها وترجعوا لها السنة الجاية. وكمان شغلة تانية، بدي تكتبوا أهدافكم بدقة. أنا مثلا بدي أنحف 5 كيلوغرام، ولأنني أنا رحت مثلا للجيم الفلاني وأنا لابسة اللبسة الفلانية وأنا بروح للجيم في الوقت الفلاني، كل شيء بالتفصيل المفصل، لأنه التفصيل والتخيل كله بيجلب الأشياء لإلكم، يجلب تحقيق الأهداف هدول لإلكم. هاي نصيحة من قلبي بقلها ياكم، أؤمنوا بالله of attraction. يا جماعة هدول هني الحكيات اللي كان بدي أحكيهم لإلكم، اكتبوا لي تحت تعليقات أفكار فيديوهات بدكم تشوفوها، سواء كانت مرسلية أو متعلقة هيك بالأهداف والدراسة وهي الشغلات. وبس أنا رفيقتكم ميرا، بحبكم بحبكم كتير يا عمري الحب. حطوا لايك لهالفيديو، اشتركوا بالقناة إذا بعدكم ما مشتركين، تابعوا الانستغرام لأنه هناك بنزل كل شي حرفيا. وبس ناس في دانيا هاي باللغة الروسية، دير بال مع حاكم أحلامكم وقلوبكم، نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم. أرمونيا بيبي، سلامات يا سلامة، باي. excuse me، لازم ابرق شوي لانه انا بحكي كثير. يا اخويا يا اخويا يا سيدي يا سيدي يا بابا على الحب.